أحب أوجه كلمة لإعلامنا اللي دايماً بيقول أي كلام وعارفينه إنه دايماً إعلام كذاب. أبو تريكة يا جماعة مش إرهاب، قاعدين بتهروا في أي كلام وتحكولي عن عيالة اسمها هدير؟ في خلاص عايزين تعيشوا دور الوطنية؟ طب ما تفهمونا إن هي جماعية. خلاص تعبتوا فكري بكلام عيل اسمه مصطفى بكري، انتوا عارفين إن محدش هيفضحكوا غيري وأولهم إنتي يا داليا يا بحيري. ايه ما تريح بقى يا تعبان، ما كفتكش الشهرة خير يا رمضان؟ انتوا عارفين لما تفتقروا هيبقى يوم عيدي. عقبالك يا لميس يا حديدي. نرجع نتكلم عن موضوع حلقتنا، ابو تريكة في قلوب بيتكم وبيتنا. ابو تريكة في قلوب بيتكم وبيتنا، مهما كان اعلامنا كذاب ابو تريكة برضو مش ارهابي، ولو ارهابي فهو ارهاب قلوب. عارفين ليه؟ عشان هو ارهب قلوب كتير، ارهب قلوب كتير بالفرحة. دور عليها في كل بيت هتلاقيها، دور عليها في كل بيت هتلاقيها، دور عليها في كل قلب مشجع رياضي هتلاقيه موجود. عايز تاخدنا ورايح فين؟ ايه يا عم دي المحكمة حكمت لحسين، ولا فاكرنا هننسى موضوع الشقتين؟ ما خلاص بقى، ما كفاية علينا النائب الطرطور اللي اسمه مرتضى منصور. سكت بقى اعلامك الكذاب، خلاص قرفنا. مش هعدي عليك وانا ماشي عشان انت عارف نفسك يا والي يا ابراشي. ما تخش تقول لهم حاجة فهيتة، عرفيهم ان اعلامنا بقى تيتا تيتا. ايه في ايه؟ ما زهقتوش؟ عاملين بتقولوا اي كلام؟ اي كلام بيتقال عشان تنسونا اللي فات؟ ملهوش اي 30 لازمة. مالك مالك يا ابراهيم يا حسن، بقيت شوح؟ مش فاهمك انت يا ابني، على طول كده لاعب معادي؟ انت نسيت لما اتطردت من النادي؟ يا اعلام فوقه بقى المشاكل الناس، الشعب خلاص بقى محتاس. فوقه بقى فوقه.